ومعنا للمزيد سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، كيف تقيم حتى الآن الجهود المصرية في تهدئة الأوضاع في غزة وفي مقابل يعني نوع من أنواع التصعيد لدى حكومة نتنياهو وإصرارهم على اجتياح رفح الفلسطينية؟ يعني مصر بالتعاون مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية بتبذل على مدى الأسبوع الماضي وحتى هذه الساعة جهودا متواصلة للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه وقف العمليات العسكرية في القطاع لفترة محددة مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وبعد ذلك يبدأ العمل في مد التهدئة أو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. فمصر ما زالت تواصل هذه الجهود بالرغم من التهديدات الإسرائيلية بالاستمرار في الحرب بصفة عامة وبصفة خاصة اجتياح مدينة رفح. نعم، كيف تقرأ ردود الأفعال الأمريكية وأيضا رد الفعل الفرنسي تجاه رفض التصعيد على الأرض في قطاع غزة واجتياح مدينة رفح الفلسطينية؟ يعني طبعا هي تصريحات حضرتك، تصريحات في ظاهرها إيجابية وبناءة، لكن بالنسبة للإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية حتى الآن وبالرغم من هذه التصريحات وبالرغم من مطالباتها المتكررة بالتوصل لوقف إطلاق نار، أعمالها وأفعالها لم تترجم هذه التصريحات البناءة، بمعنى إن الولايات المتحدة الأمريكية أمدت إسرائيل خلال العشر أيام الأخيرة بما يوازي 26 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمالية. فنأمل إنه السياسة الأمريكية تتمشى مع التصريحات الإيجابية التي تصدر سواء على لسان الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية الأمريكي. نعم، يعني في ظل تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت بأن التحرك العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ضروري، من وجهة نظرك سعادة السفير، هل إسرائيل مستعدة للقيام بهذه العملية البرية في ظل يعني فشلها الذريع في أي عملية برية حدثت قبل ذلك؟ حضرتك، احنا تجاوزنا صباح اليوم، نحن تجاوزنا تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي في تحذيرات من الجيش الإسرائيلي لسكان رفح بإخلاء شرط رفح، توطئة للقيام بما أسماه الجيش الإسرائيلي بعملية محدودة. فواضح حضرتك أن خلال الساعات القليلة القادمة في تحرك عسكري إسرائيلي ما في شرط رفح، وقد حذرت منظمات تابعة للأمم المتحدة بعد هذا التحذير من جانب الجيش الإسرائيلي، حذرت من وقوع خسائر بشرية كبيرة جدا في حالة إتمام هذه العملية المحدودة كما وصفها الجيش الإسرائيلي. من ناحية أخرى السلطة الفلسطينية وضعت المجتمع الدولي ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية أمام مسؤولياتها لمنع حدوث هذه العملية المحدودة. نعم، سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.